بسم الله الرحمن الرحيم. دي يا جماعة زي ما حضراتكم شايفين مزرعة السمك. طبعا الناس بتسأل احنا ازاي بنصفي المية بتاعتها. الموضوع بسيط خالص، هو عبارة عن ان هنا اهو زي ما حضراتكم شايفين كده، هو في هنا غرفة تفتيش. غرفة التفتيش دي راح على الصرف، فبنبدأ ان احنا نعمل زي ما حضراتكم هتشوفوا دلوقتي. زي ما حضراتكم شايفين كده بنرفع حرف المشمع دوت، في هنا حتة خشبة بنبدأ ان احنا نشيلها كده بالشكل ده. طبعا الطوب من هنا مشقوق، فبنبدأ نرفع المشمع كده. زي ما حضراتكم شايفين كده المية بتنزل بالشكل ده ومن التفتيش على الصرف. الموضوع سهل خالص زي ما حضراتكم شايفين كده، مش صعب ولا حاجة. طبعا هنا تغيير المايه بيبقى تغيير جزئي، بنغير جزء من المايه وبعدين بنرجع نكمله تاني. يعني مثلا بننقص من المزرعة دي حوالي 30 سنتي مايه، وبعدين نبدأ ندور الماسور نملاها تاني. طبعا الموضوع ده احنا بنعمله كل ما بنحس ان لون المايه اتغير او بقى او ما بقاش نضيف. زي ما حضراتكم شايفين بالشكل ده. طبعا المايه اللي حضراتكم شايفينها دي مايه جوفيه ملوحتها 15. هي دي طبعا مع البورتي مش هتدي نتائج المايه العذبه، يعني المايه العذبه هتدي نتائج في البورتي احسن من كده، لكن دي حلوة أوي في سمك البحر زي ما حضراتكم شايفين كده. الموضوع سهل جدا وبسيط جدا ومش مكلف. بنسمع كده، بنشد كده بالجنينة ونحط الخشب، بنسيب المسمع. ضغط المايه بقى بيلزق الخشبة في الطول فما بتسربش مايه. وطبعا زي ما حضراتكم شايفين ده المستوى اللي احنا صفناه، يعني تقريبا مثلا 30 سم من المايه، وبنبدأ نملاهم مايه نضيفه. طبعا المايه دي وهي نازله بتاخد كل الفضلات بتاعة السمك والحاجات دي، فبتبدأ المايه تبقى نضيفه. الموضوع ان شاء الله سهل جدا وبسيط جدا زي ما حضراتكم شايفين.